السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد على قناة المعلم للصيانة. اليوم باش نوريكم طريقة صناعة الكونتربوجي بشكل يدوي. الكونتربوجي عاوننا برشا في الخدمة. من خلال الكونتربوجي نجم تحل امبراياج وإلا الفولوم موتير بسهولة تامة. إذا فيديونا اليوم طريقة صنع البلوك بوجي. الفيديو هذا عملته يستناو فيه برشا متابعين، برشا سألوني في الكومنتارات عن طريقة صنع البلوك بوجي كيفاش نصنعوها بشكل يدوي. مش أي حاجة، مش أي أداة نستحقوها في الميكانيك نشريوها، فما حاجات النجم نصنعوها وحدنا في الاتوليي. طريقة صنع البلوك بوجي سهلة وبسيطة، معليك كان تكمل الفيديو للآخر. وفي قناة المعلم للصيانة مانيش باش نخليه حتى حاجة، مانيش باش نخليه حتى حاجة تخص تصليح الدراجات النارية، وما نحكيوش عليه، باش نحكيو على كل شيء، كل صغيرة وكبيرة. أي تفاصيل باش نحكيو عليها، التفاصيل ربما لما يهتم بها حد، لما يحكي فيها حد، احنا باش نهتم بها ونحكيو عليها. على هذاك كانك ماكش مشترك، ابوني للشين يوتيوب، فعل الجرس باش يوصلك اشعار بكل فيديو جديد نهبطوه، لانه اي فيديو جديد يساوي معلومه جديده، فكره جديده. على هذاك خليك ديما متواصل بالجديد من خلال تفعيلك للجرس، وما تنساوش اللايك، لايك للفيديو، خلينا نوصلوا 1000 لايك بالفيديو هذايا، علاش لا؟ وخلينا كومنتير كان عندك سؤال ولا استفسار. باهي نبداو على بركة الله. أول خطوة ناخذ كعبة بوجي، بوجي عادية، بوجي متاع سنتروار، أي ماركة أي نوع ما يهمش. وناخذ لام مونشار، لام اللي يقصوا به الحديد، ونقصوها. منين نقصوها؟ نقصوها من البارتي هذايا، ريتوها من هنا، من البلاصة هذايا نقصها، ندورها على الدائر ساير، فهمت؟ من هنا ندور على الكل. فوق بلاصة المفتاح فما كل الفرتيعة هذيك، نحيها، نقصها، ندور عليها باللام كيما هكايا على الدائر ساير، الفرتيعة هذيك الكل نحيها، فهمت كيفاه؟ كيما تشوفوا سيئة هاكا، سيئة قصيناها. تويكا معناها تجبد السيراميك اللي في وسط البوجي، يخرج بكل قالب واحد، ريت كيفاه، معناها كل القالب اللي في وسط البوجي نحيوه الكل ضربة واحدة. فما شكون ينزل عليها بالمطرقة يكسرها، طريقة غالطة هذيك، تنجم تفسدنا ما عادش تنجح. تويكا نحيوك اللسان الزايد هذايا، المخطاف هذايا نحيوه. ناخذ بولون 6، يبدا الرسم تاعو جويد، بولون 6 بمفتاح 8 كيما هذايا، ولا بولون بسيبون. علاش بولون 6 العادي بمفتاح 10 ما يتعدلناش في الكيلاس، ينجم يضرب لي الفولتاج نتاع الكيلاس. ناخذ بولون كيما قلت لكم الرسم تاعو جويد. ناخذ باج، الباج هذه نحيوها من كعبه بيستون، باج بيستون. ندخل البولون في الباج بالطريقه هذايا. من بعد ناخذ كعبة البوجي اللي كسرنا لها، نحينا لها السيراميك نتاعها. ناخذ كرو 6، ندخلوها وسط الكونتر بوجي بالطريقة هذيا، ونكبس البولون تاعي. نخلي البولون معناها يكبس في الكرو اللي في الداخل، باش معناها تلصق الكلها في بعضها وتولينا معناها بالشكل هذايا. هذيا هي الكونتر بوجي، معناها عملية كما شفتوا سهلة وبسيطة، ما فيها شيء، اي واحد ينجم يعملها، ما هي شكل حاجه المعقده. وديما احنا نجيوكم بالافكار السهله وبالحاجات اللي معناها الناس الكل تنجم تعملها والناس الكل تنجم تريقلها، فهمت؟ هذايا هو الكونتر بوجي نتاعنا. باهي تويكا باش نجربو الكونتر بوجي. بعد ما نحينا كعبة البوجي كيما شفتو، ناخذ الكونتر بوجي نتاعي نحطو في بلاصة البوجي ونكبسو، نوصلو، ما نكبسوش على الاخر، معناها نجيست نوصلو. وناخذ المفتاح، مفتاح اللي باش نحل بيه، ونحل الفولون نتاعي ولا لومبراياج.
به فيديونا اليوم سيء، نتقابلوا في فيديو جديد. إلى اللقاء، كان معكم المعلم للصيانة معلم المعلمية، إلى اللقاء.